يا محمود. صباح النور. لو سمحتي فاضيه. يا شكرا. سليمان سليمان خد يا حبيبي انزل هات عيش بسرعه عشان تفطر انت وحسن. سيدي حسن فطر شوكولاته. مش انا قلت لك 100 مره بلاش كلمه سيدي حسن وبس. يسعد صباحك يا اخويا. مش هتريح يا قلبي يا بيت. بيت لما تبيتك يا واد ده انا ست وتاج راسي كمان. روحي خد ادور لك على واحده من توبك. طب تلاتة بالله العظيم تلاتة. بصي ده انا هسعدك واريحك واشتتك كمان. ما عطلكش يا اخويا بقى على اذنك. بس بصي خير. مئة مرة قلت لك ما تقابليش حد وانت بالشكل ده. روح البسي روب. يعني بلاش اخد اللبن. مش مهم. وانت تشرب ايه؟ اشرب من البحر. كده اهو. طيب. انا انت ساعدتي. اللي قال لك بقى ده انا صحيت من بدري ولبست ومستني حضرتك. يا سلام بقى لبست ومستني حضرتك. يا شيخه روح البسي بقى بلاش غلبه كده. طب والله انا قايله لماما. يا ماما يا ماما ماما يا عليم في ايه يا اولاد مالكم؟ تصوري يا ماما سامي لسه راجع دلوقتي. ما تصدقهاش يا ماما دي كذابه. مش معقول يا سامي. طبعا يا ماما مش معقول. هي اللي متغاظه عشان صحيت ولبست قبلها. طب روح يلا البسي بسرعه عشان ما تعطليش اخوك. برضه صدقتيه. ما فيش. صباح الخير لماما. يا صباح الخير يا صباح النور.
لايميني بقى على 10 جنيه بتوع دول بقى كتب وكشاكيل وخلافه. ما تديلوش حاجه يا ماما ده نصاب. سامع بنتك بتقول ايه؟ انا نصاب؟ نصاب وستين نصاب كمان. انت صايع سنتين في ثانويه عامه وعندك الكتب كلها. انت مالك انت بتدفعي حاجه من جيبك؟ ايوه صحيح، مش جبنا لك الكتب دي كلها السنه اللي فاتت واللي قبلها كمان. يا دمك بقى يعني حضرتك عاوزاني اذاكر في الكتب اللي سقطتني السنه اللي فاتت؟ الله وليه لا، ده اتشائم منها. طب ما طلبتش من بابا ليه؟ ده ما بعرفش اتفاهم معاه، لكن دي حبيبتي روح قلبي. ده اللي عايز تموت ده اللي عايز. يا ونطقي عشان تحرمي وتفتحي عينك كويس، فاهمه؟ فهماني بقول لك ايه؟ مره تكسري بيضه ومره طبق، علتيني يا شيخه ربنا يعلك. اخرسي بقول لك اخرسي اخرسي احسن ما احكي لك خالص. بس الله بقول لك بس يا بنتي بس يعني بس. يا عامله ايه تاني يا بنتي؟ تعالي هنا تعالي. تصور يا صلاح تصور يا صلاح، ابعتها تشتري اربع بيضات تكسر بيضه؟ قلت لك اخرسي خالص. تعالي بنتي بس عني بس اروق. خصم منها 10 ساعات. اخصم منها 10 ساعات؟ طبعا هخصم. اذا ده مش كفايه لازم تتأدب لازم تنضرب. اضربيها طبعا هضربها. متاسف. صباح الخير يا فندم. وبعدين معاك يا استاذ عثمان كل يوم تيجي متاخر. المواصلات يا فندم. ما كلنا بنيجي في ميعادنا. اصحى بدري يا اخي. اصل عريس جديد يا فندم. هو هيفضل عريس جديد ليه امتى؟ قعدت تقره؟ والله ما انا عارف ابقى عريس. ايه؟ اخر مره يا فندم. اخر مره. وبالمناسبه كان في طلب سلفة قدمته لسيادتك. مفيش انا فيها. اتفضل. زفت ولا يهمك انا عدي لك. لا 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 انت ناوي تفتحنا؟ الله محمد اهو. يا حرام شوف راكب ازاي. استنى يا سامي ناخده معانا. سامي استنى ناخده معانا. الله بقولك يا اخي استنى ناخده معانا. بس يا بت اتبطل لما تبت. ولي عمرك جاي بكره لما يجي بقى تعالى معاه. بركه يا جامع. احسن. ايه يا جماعه ما دخلتوش ليه؟ ابدا يا سيدي حضره الناظر طردني قال لي روح احلى شعرك وتعالى. وانت لبسي مش عاجبه يا سيدي. قال لي ايه البنطلون محزق والجزمه كعب كوبايه. ناس مش متطورين. المهم انت ايه اخبارك؟ انا يا سيدي عايزين نجيب ولي امري. وتتوب ليه؟ سهران للصبح وشرفك. وصبح تيجي المدرسه؟ ايه الاستقامة دي يا سيد؟ انا عملت اللي عليا كده. يلا اطلع انت اهو. يلا فين؟ الغواصة. يلا الغواصة. صوت الماية حريمي. اصل جوز راجع الليلة بدري. امتى هتخلصي منه؟ وهو مضايقك في ايه؟ اصل ابتديت اغير منه. ولما هخلص منه هتجوزني؟ مش بس لما تطلقي منه. ومراتك؟ هطلقها طبعا. هطلقها.
مساء الخير يا عم محمود. صباح الخير يا باشمهندس. عنك انت يا ابو هلا بيدا يا محمد يا ابني. عايز تمسح البلاط وفيها ايه بس؟ هيصحش يا ابني، حد بالسكان يشوفك. الناس نايمين دلوقتي وانت صحتك ما بقتش تساعدك. ربنا يخليك ليا. تصبح على خير. انت من اهلي. ربنا يفتحها في وشك يا ابني ويرزقك ابن الحلال اللي يساعدك. النظافة دلوقتي. صباح الخير. صباح الفل والجمال. ما تنساش. عارف هتقول ايه؟ ما تنساش تحط ازازة اللبن قدام الباب. هيحصل. مع السلامة. الله يسلمك. كان سهرانه قدام التلفزيون شغالين اخر الزمن. معلش استحمليها عشان خاطر حماده. حاضر اديني مستحملاها. قومي يلا قومي حضري اكل الولد. صباح الخير يا ام
ده بسعادة. اهلا صباح النور. حسن موجود؟ ايوه هو مستني حضرتك جوه. يا ترى عامل معاك ايه في الدروس دلوقتي؟ اهو كويس خالص بتقدم بسرعه. وانت يا سليمان؟ عاوز اتعلم انجليزي. حاضر في الاجازه اعلمك انجليزي. شكرا من وقتك. يلا حبيبي. يا فتحية ممكن تناديني نوسة أكلمها؟ هو أنت ما عندكوش تليفون؟ نوسة؟ أيوة نوسة. حاضر. يا نوسة يا بختك عندك شغاله طيبه وحنينه. احسدوني بقى، ربنا عالم بحالي وحال ابني. خلي بالك منها باين عليها لقطة. على فكره ازاي ابنك يا جهاد؟ اسكتي اسكتي، ده طول الليل ما نايمنيش. يا قلبك وهان عليك تسيبيه. اسيب مين؟ انا بكلمك عن جوزي.
خلاص. انت جيتي عايزة مين دي؟ دي تيتي. تيتي اختي. انت مش عارفها ولا ايه؟ تيتي؟ مش معقول. تيتي تيتي مامي حبيبتي، جبتها تقعد معايا على مول. مساء الخير يا عمي. ما شاء الله، ده انت كبرتي وحلويتي قوي يا تيتي. كبرت وبقت عروسه. اجري حبيبتي نامي في الاوضه الثانيه. لا لا، ما تخليها مستريحه هنا. كانت خايفه تنام لوحدها. اما قوم انا احضر لك العشاء. لا لا، خليك خليك، انا احضره بنفسي. لم اكن اشعر انني لازلت على قيد الحياه، ان قلبي لا زال يخفق، الا ساعه ان امسك بها واتصفح. انت لسه صاحيه؟ مش جاي لي نوم. ليه طفيت التلفزيون؟ ليه؟ عشان ما تشوفيش الكلام الفارغ ده. الكلام الفارغ ده كل الناس بتشوفه. ثم انا مش صغيره، انا متجوزه. طبعا انت متجوزه. هو انا ناسي؟ وعشان كده انا الليله هسهرك للصبح. هنخرج؟ لا، انت عمرك ما عملتها. هنا هنا في البيت. انا ناويت اخرج عن وقاري وهسوي الهوايل يا مجنونه. انت لسه صاحيه؟ يا سلام، والله المذاكره وحشتني. ما تذاكر وحد حيشك؟ اذاكر؟ اتعب روحي ومقع عينيا وفي الاخر اتوظف ب 17 جنيه؟ ده انا بصرفهم في ليله يا بنتي. هو ده مفهومك للتعليم بقى؟ امال ايه مفهومك انت للتعليم؟ بتعلم عشان ابقى عضو نافع في المجتمع، انفع نفسي وانفع الناس. ايه ايه بقى يا ستي؟ يا ستي يا بنتي ما تتعبيش نفسك وياه وتعطلي روحك. طب هاتي بلاش غلبه. شايفه يا دادا؟ شايفه؟ فرصة لحد عندك هترقص وهنشوف، مش كده؟ يا ريت، كان نفسي. الست ما رضيتش. قال ايه؟ عاوزه نجوى فؤاد. نجوى فؤاد؟ اه، بس دي غاليه كتير. هما دول يهمهم يا استاذ. طب هنيجي. فرصه وسهلا. اصل انا بقى ايه، عاملين حفله عشان حماده. حماده؟ اه، النون الصغير. اه، وعايزينكم بقى تيجوا تشرفونا بيه. احنا ما نحضرش حفلات. نعم، بقول احنا عيانين. اه، طب سلامتك يا بيه. وحضرتك بقى تبقى جوز الست الحلوه اللي هنا. ايوه انا جوز الست. ايه، مش باين عليا ولا ايه؟
طب ما تشد حيلك كده وتجيب لنا نونو ويفرحها ويمنع عليها البيت. انت مالك انت؟ اجي بلاش قله ادب. ولا هنا تعال. نعم. انت ما سمعتيش عن تحديد النسل؟ تحديد ايه يا اخويا؟ النسل يا جهله. امشي امشي. ما بيقولوش جرايد دول ولا ايه؟ قله ادب. النوسه كلام سهل وقله ادب. في ايه؟ النوسه اللي بتشتغل عند الناس اللي تحت. عايزه ايه؟ عزمنا على حفله عيد ميلاد ابنهم. قلت لها ايه؟ رفضت طبعا. حفلات ايه وبتاع ايه؟ الحفلات دي انت عارفه زيطه وزحمه ومليانه ناس كتير وفيها رجاله كتير مش كده؟ طبعا يا اخي هي رجاله هتخطفني؟ يقدر حد يخطفك؟ ده انا كسره. هي الناس دي مالها ومالنا؟ ما يسيبونا في حالنا. عقبال عدلك يا رب. عندنا حفله النهارده للنونو وعايزينكم تفضلوا تشرفونا ان شاء الله. صباح الخير يا ام محمود. ابا مستعجله كده على فين؟ اصل بحزم سكان العمارة. عقبال عندك عندنا حفله الليله. ربنا يجعل ايامك كلها عز وهنا. اضغط بنت عيد انت. الله يا سلمان مريالتك حلوه قوي وكمان معاك شنطه. مين جابها لك؟ ستة اللي اشتريتها لي. هي ستك عارفه اللي بتروح المدرسه وكمان بتذاكري في البيت. ما تخلي ستك انت كمان توديك المدرسه. ما اقدرش اقولها دي تموتني من الضرب. وانا كمان حافظ جدول الضرب. ما تخافيش ده من المنابل. لا يا اخويا احسن ستي تتلبن. طب كلهم بسرعه. Thank you.
اسكت انت، انت ما تعرفيش حاجة عن اساليب الرجالة، اسأليني انا عنهم. طب هو ده سبب عشان نسيب الحفلة؟ حفلة؟ انت زعلان عشان حفلة؟ بكرة عامل لك حفلة واثنين وثلاثة، هي دي بس اللي مزعلاكي؟ طبعا حضرتك جبتني هنا دلوقتي وهتخرج. لا انا النهاردة مش خالد، وبكرة هفسحك فسحة هايلة. هنروح نزور ابن عمي جبل وهنتغدى عندهم كمان. مبسوطة؟ لا. الستات بتتحير، عايزين ايه اكتر من كده؟ طب كلم نفسك. لا على فكرة انا لقيت لك شغالة ممتازة. مش معقول يعني هلاقي حد يقعد معايا طول النهار وتروح بالليل وبتتكلم؟ طبعا بتتكلم. ايه اللي بتتكلم؟ يعني زينا كده؟ الله امال خالصة. النهارده هو انت همك على بطنك دايما كده؟ قطعت امبارح هايله. على الله يتمر يا اخويا، انتوا ان شاء الله هترفدوني. الاستاذ صباح الخير يا استاذ. صباح الخير يا نور. مش هتحن عليا بقى يا استاذ وتديني فرصه؟ من عينيا يا استاذ. والنبي يا استاذ، والنبي يا استاذ، نفسي ارقص يا استاذ. اعمل لك جروبه دلوقتي وحاجه. لا بعدين. عايز ايه؟ في مكوه؟ مفيش يا اخويا حاجه، اتفضل امشي. من فضلك يا بابا، عايز مفاتيح العربية. مفيش عربية. ده أنا موعد أصحابي. أنا قلت مفيش عربية. والنبي يا ماما أرجوك تخليه يديني المفاتيح. ما تديله المفاتيح يا عمر. ما تجيب المفاتيح يا عمر. متأسف يا بابا، النهاردة الجمعة ولازم يتفسح مع أصحابه. العربية باظت من سواقته اللي زي سيف. العربية اللي ادنت مش كده والنبي؟ العربية كانت زي الإكس، محدش تلفها إلا أنت. خد أنت يا دادا، ما تتحش. والنبي ما حد مبوظه غيري. الله، الست دي هتجنني. هي بتتكلم صح. أنا أحتج على الكلام ده. أنت تتهي، امشي بتاع بره. يعني مفيش عربيات؟ لا مفيش. عاجبك كده يا ماما؟ طب وديني أنا بنفسي من كوبري جامعة ودور على يا حبيبي. سامي سامي، ما دام مفيش عربية تبقى الرحلة باظت يا سارة. لما أنت مش قد الحاجات دي ما تبقاش توعد بيها. المهم دلوقت ايه الحل؟ ما تحلها بقى، حلال العقد محلوله. ازاي؟ في عربيه مرسيدس تحت، انا ملاحظ انها واقفه هنا من امبارح. يعني ايه؟ يعني صاحبها مش محتاج لها. قصدك ايه؟ ناخدها
نقضي بها رحلتنا ونرجعها له. انت تعرف صاحبها؟ ابدا. ايه الالغاز دي؟ امال هناخدها ازاي؟ انت مش عايزين عربيه وخلاص؟ هايله فكره، هايله هايله. اسرقها يعني؟ مش هنسرقها، هنستلفها ونرجعها تاني. هايله هايله هايله. دي فكره تودي في داهيه. انا موافق. انا مش موافق. ولا انا ولا انا. يا ابراهيم العمليه دي فيها خطوره. خطورتها ايه؟ هو احنا هنبيعها وكمان هنملاها له بنزين؟ ايوه يا اخوانا، بس دي فيها سجن. سجن؟ انت مالك جبان كده؟ اذا كنت خايف ما تجيش معانا كده. طب بقى سلام عليكم. وانا كمان السلام عليكم. استنوا يا جماعه، ما دام هنرجعها تاني يبقى مفيش خوف. احنا مش دافعين لك فلوس. انا دم ناشف يا بيه، دي مسؤوليه. خد. مبسوط؟ اتفضل بقى. مع السلامه. روقنا شكلك. انت بس عملت بعزه في الفلوس، فاضل معاك كام؟ ولا مليم. يا نهار ابوك سامي، سوحتنا. سامي ايه؟ عايزك تعال. ده ما فاضلش معانا ولا مليم، والعربيه لازم نملاها بنزين، واحنا محتاجين مصاريف، ولازم نوصل البنات لبيوتهم بتاكسي. تاكسي؟ تاكسي ليه؟ امال هندخل البلد بعربيه مسروقه؟ زمان البوليس بيدور عليها. عندك حق. انا هفك راديو العربيه وهبيعه وهجيب قرشين كويسين. هتبيعه فين؟ هنزل اتصرف لغايه ما تصحيهم ونمشي.
مين يا ابني اللي طالع في السعادي؟ هيكون مين غير سامي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا ابا صعبان علي، هيضيع مستقبل نفسه. حق مش عليه يا ابني، حق على أهله. ربنا يكملك بعقلك يا ابني. الباب ده ليه؟ هو ما بيشتغلش؟ ده احنا اللي ما بنشتغلش يا عم محمود. امال الهيصه بتاعت كل ليله دي ايه؟ ولا حاجه بروفا. تعالى يا عم محمود شايف الجهاز ده؟ ده مطبع، ده امبليفاير فاير. يعني مكبر صوت. بص 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 ده ده بيانو. لا ده اورج يا عم محمود، اورج. وصوت ده كمان يا عم محمود. ها؟ استحملنا شوية، بكرة تفرج وادفع كل اللي متأخر. كان حقك انت تكون صاحب العمارة. يا ريت يا ابني كان بإيدي. اسمعوا، ما تشوفلكوا شغلانة تانية غير المزيكا دي. أنا طالب في فنون جميل، وأنا في كلية تجارة، وأنا بعيد ثانوية عامة. فالح تلامذة يعني. وأنت يا فؤاد؟ مدرس موسيقى. ربنا ياخد بيدكم. آمين. ربنا يصلح لكم الأحوال. آمين. وساعتها هندفع الأجرة شهر بشهر. آمين. وما نتأخرش أبدا. آمين. تبقى لينا. آمين. ويخليك لينا. آمين. وتبقى لينا. آمين. ده بيحطك يا عم محمود في المدفينك ولا إيه؟ حياتي كلها. وده بقى أنا خدمتكم بس تكتشفوني، اظهروا مواهبي. تعالي هنا. تعالي عشان حد يشوفك. سيبني يا عم محمود، خليهم يكتشفوا. الله يخليك. العيال دول صعبانين عليا قوي. صاحب العماره ما فيش في قلبه رحمه. هو عاوز منهم ايه؟ دول مفرفشين العماره ومزيكتهم ده رد الروح. الا قول يا عم محمود. ايوه يا بنتي. هما جماعه بتوع المزيكا دول يا اختي، اوعى كده. هما الجماعه بتوع المزيكا دول مالهم دايما خايفين من صاحب العماره ليه؟ اصلهم متاخرين في دفع الاجره. عيني. هما مكسور عليهم كام شهر كتير. طب اسمع يا عم محمود، انا محوشه دول، تاخدهم؟ ايه دول؟ ودول هيعملوا ايه بس يا بنتي؟ معلش يا عم محمود، اهي ناويه تسند الزيت. ايوه بس ده زيت ايه الاول؟ طب بس معلش، خلي معاك دول وانا هبقى اكمل لك بعدين. طيب. انت يا بت، انت يا زفته، بزي امي. امي يا اختي اسمعيني كويس، النهارده الجمعه، الشقه كلها تتمسح بالفرشه والصابونه، فاهمه؟ ما تنسيش تغسلي الغسيل وتنظفيه كويس. فطارك اهو. هتعملي ايه دلوقتي بعد ما تخلصي خالص شغل البيت؟ تفطري، فهماني؟
سهير. ايه في ايه؟ ايه ده؟ دي مجله. ما انا عارف انها مجله، لكن ايه اللي جابها هنا؟ كانت مع صاحبتي اجلال لما جت. اجلال؟ ونسيتها. يا دي اجلال، انا مش قلت 100,000 مره مفيش مجلات تدخل البيت؟ وانا لما اقول كلمه لازم تتنفذ فورا. سامعه؟ حاضر، بس بلاش التكشيره دي. وكمان صاحبتك دي انا ما برتاح لهاش ابدا، مش عايز اشوفها هنا تاني. حاضر، في حاجه تانية؟ وقايل لك 100 مره ما تقابليش حد وانت بالشكل ده. اسمع بقى، ما اقول لك هات لي شغال. ما فيش شغالات. شوف راجل. ايه؟ راجل في البيت؟ انا حاسه اني محبوسه في اربع حيطان. معلش يا حبيبتي، انا فعلا بغير عليكي، اصلك حلوه، حلوه قوي. حاضر يلا. ايه ده؟ اتصورت؟ ده واحد زميلنا صورنا في الجامعه. ومين البنت الحلوه دي اللي واقفه جنبك؟ دي نيفين. ما تبصش لفوق يا ابني وخلينا في حالنا. عليك حتة جسم مش كده والنبي؟ اسم النبي حرسك وسينك. اه لو تسمعي كلامي. لا يا اختي بدعاني، الشر بره وبعيد. عبيطة. اهلا يا عم محمود. اهلا بيك، البيه كان عايزني. عم محمود يا سعادة البيه. خليه يتفضل. صباح الخير يا سعادة البيه. عملت ايه مع المزيكاتية؟ دفعوا شهر يا سعادة البيت. نبه عليهم.
ان ما كانوش يدفعوا الباقي قبل اخر الشهر انا مضطر ارميها في سوقهم في الشارع. ايه يا بابي الكلام ده؟ انا مش موافقك على كده، الدنيا اتغيرت، وبعدين كمان دول شبان مكافحين وفنانين في نفس الوقت. خلينا نتريح من دوشتهم. يا خبر يا بابي، انت بتسمي الموسيقى دوشه؟ بترغي بتقولي ايه يا نيفين؟ اهلا يا ست هانم. انت ازاي يا راجل تخلي ابنك يدخل شقه واحده عزب؟ مين يا ست هانم؟ مدام سعاد، احنا سمعنا انه بيتردد عليها كتير. طب انت تغسل ابنها حسن؟ لازم. القرشين اللي بياخدهم برضه بينفعوه، وانا خلاص ما بقتش قادر على مصاريف الكليه. وهو كان لازم يعني يدخل الجامعه؟ ايه الكلام ده يا مان؟ ده بدل ما تشجعوه وتساعدوه مش كان يشوف الوظيفه احسن ويريح ابوه من الشغل؟ يا ناس يا ناس، ده احنا في عصر العلم. استنى يا عم محمود. ها. خد. صباح الخير. لا خديك عيان، انا عندي كسبه. طب من فضلك خليك بره. بس بابا نازل، مش حرام جمال والشباب ده كله يعيش في سكه؟ مش شغل، تعبان عليا عشان مع راجل مش عارف قيمتك. ارجوك تاني اخرج بره، اعمل معروف اخرج قبل ما توعديني نتقابل تاني. مالك يا ستي؟ اديني كوبايه ميه. حصل ايه؟ هقول لك بعدين. الكتاب ده مهم يا محمد، لازم تجيبه. ان شاء الله هستعيره من المكتبه. من المكتبه ليه؟ استعيره مني. شكر، انت محتاجاه. طب نذاكر فيه مع بعض؟ ما اقدرش اطلع فوق ولا انت تقدري تنزلي تحت. سامي ده عمره ما يجي في معاده ابدا. معلش زمانه جاي. ممكن استنى معاكي؟ المفروض. شوفي جنبي ايه؟ الله، ده ظريف قوي. طب شوفي ده. مش بطل، مش بطل، خف عليكي ده يجنن. خلاص يجنن. المهم ها انه لسه قافل عليكي فعلا واكتر من الاول. طب وايه اللي مخليكي مستحمله؟ بيحبني. وانتي بتحبيه؟ والنبي انتي هبلة، بتحبي في ايه؟ صعبان عليا. ليه بقى؟ عيان. عيان؟ ده زي الحصان. لا انتي مش عارفة حاجة، ده مسكين. مسكين؟ ده انتي اللي مسكينة وهتفضلي حابسة نفسك كده. اسمتي؟ تعرفي انا كنت فين قبل ما اجيلك؟ فين؟ رحت سينما من 10 وبعدين جيت على هنا، وهخرج من هنا اروح مشوار وبعدين هروح. وجوزك عارف؟ وهو لازم يعرف. يا حبيبتي يا حبيبتي، احنا مش هنعيش مرتين. الواحده لازم تتمتع بالدنيا قبل ما تفارقها، احنا لسه صغيرين. تعالي تعالي افسحك واوريك الدنيا. انت عايزين اتطلق؟ ما تخافيش هرجعك قبل ما يجي. لا يا اختي ما اقدرش كده. طيب خليكي قاعدة. باي باي. ما باجي. على إذنك يا يا حريم السلطان. تطفي عليه يا جبان. ما تخرسي. جد ضربة يا خيبة يا بليل. والله نايلة البابا. تعرفي لو شفتك مرة تانية واقفة مع محمد ده هكسر رقبتك ورقبته. الله، منه ليه؟ عشان هو اشطر منك ودخل الجامعه وانت ما دخلتهاش. ومش هدخلها عشان خاطره. ايه رايك بقى؟ جرى ايه يا اولاد؟ حضرتك كانت واقفه مع محمد على باب الجامعه. ازاي الكلام ده يا نيفين؟ يا ماما مش بنيني. لا ما يصحش، ده مهما كان ابن البواب بتاعك. يا ماما يا ماما الدنيا اتغيرت. اسمعوا بقى، المره دي لازم نفتح عينينا كويس قوي، مش عايزين نغلط الغلطه اللي غلطناها المره اللي فاتت. كل واحد يعرف مكانه بالظبط وننفذ اللي اتفقنا عليه. تمام زي الفيلم الامريكاني اللي شفناه سوا. انا شفته 3 مرات. يلا بينا. يلا. شفته بقى؟
ادي انتوا مش مذاكرين كويس. زيزو هاني هتستنوا هنا وتحصلونا بعد 10 دقايق. اسكت يا اخي اسكت، روح عندهم لا تجري. المستشفى يا حبيبتي. مع السلامة. خدي بالك من نفسك وخدي بالك من البيت، انت كبرتي دلوقت. اطمني يا عم. وانا مش هتنصي عليا؟ هو انا جايبها اللي عشانك. خدي بالك من مذاكرتك. حاضر. الله حاسبة على الورد. Yeah.
مجنون بحبك يا جاره مجنون ومش لاقي الدواء وكأنك ايدك طياره بتشوكي بيها في الهواء ويلي يا ويلو جننتيني يا حلوة يا سكرة ويلي يا ويلو خليتيني تايه في بحر الهوى مجنون بحبك يا جار مجنون ومش لاقي الدواء وكأنك ايدك طيارة بتشنكي ليها في الهوى مجنون يا أهل الهوى مش لاقي لحالتي دواء سارح ضايع في الهوى غرقان بهواها مجنون مجنون أنا أسيب حبها ويا من بس يروح لها كلمة واحدة يقولها أنت ألقاها لحكي لها عن حالي وعن سهر موادي سلام كلام يا ما قلت كلام سلام وبعت لها سلام كلام يا ما قلت كلام شوقي بعت لها كتير ضحكت لها شوقي بعت لها كتير ضحكت لها لا ردت ولا سألت روحوا لها وقولوا لها بهواها مكتوب بهواها مكتوب وراح افضل مجنون بهواها مفتون وراح افضل مجنون 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 يا حضرات الشركة عاملة رحلة في اسكندرية يوم الجمعة واللي عاوز يشترك فيها يكتب اسمه هتروح يا مقصد ضروري دي مراتي نفسها تروح اسكندرية وانت يا عثمان ودي عايزه سؤال دي فرصه يتفسح فيها هو وعروسته قبل ما تروح ادي لك حق صغير قد كده اهو انما ايه ايه صاروخ 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 مقبولي صاروخ مقبولي بذاكر عند واحد صاحبي بتذاكر ولا بتسكر يا كلب والله ما انا هات لكم في فيها هي. كل حاجه خلصت ايه يا عمر سامي 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 ايه الحلوه
في نفسه حاجه. ستين داهيه سامي اللي خرجت الصبح انت بتداري عليه؟ مش صحيح الداده كدابه ما تصدقهاش. مش كدابه محمد كمان قال لي. محمد الله يخرب بيتك يا منبولي. يا محمد. اهلا صباح الخير. انت زعلانه مني ليه؟ عشان قلت لبابا ان سامي بيرجع كل يوم الفجر. والدك كان لازم يعرف. ما كنتش عايزاه يعرف عن طريقك. انا قصدي مصلحته. طب تعالى معايا انا هاخد تاكسي للبيت. لا متشكر. ليه بس؟ انا هاخد الاتوبيس. طب انا كمان هاخد الاتوبيس معاك. الاتوبيسات زحمه وانت مش متعوده. اتعود. يلا يلا اللي نازل اللي نازل. وسع يا حبيبي. اوعى على السلم. وسع شويه. وسع اللي طالع. بعد اذنك لو سمحت. ورا يا حضرات. ورا يا استاذ. ورا يا اخينا. تذاكر ورا ورا. واحد ولا اثنين؟ اثنين. شكرا. Thank you.
بتبص على ايه؟ ايدك بقى على الحلاوة. حلاوة يا وش النكد. ليه حصل حاجة تاني؟ جابوا لي الاسعاف وعملوا له غسيل معدة. هو انت كلته؟ امال اعمل بيه ايه؟ هو ما يتاكلش. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. انا اسف اللي جيت متاخر. ده انا اللي متاخر وانت متقدم جدا. ده انا لو منك ما اخرجش من البيت ابدا يا فندم. انا عارف ان انا غلطان. انت معذور جدا. تعال
انت مش كنت طالب سلفية وسيادتك رفضتها وافقت لك عليها وهتقبضها دلوقتي حالا صحيح يا فندم طبعا وهطلب لك ترقية استثنائي تناسب مؤهلاتك كده ايوه كتر خيرك يا فندم عن اذنك بقى اروح اصرف السلفة يا ابن الايه ده انت عليك مؤهلات انت عيان يا حبيبي بعد الشر عليك يا روح اليانسون يا ستي اليانسون كده عيطي الولد يا نوسة يوه طب وانا مالي بقى يا ستي هو انا كنت ربنا الدكتور بيقول ما تاخديش بالك من اكله كويس اكتر من كده بقى مش كفايه ان انا واخده بالي منه وقايمه بشغل البيت ده كله لوحدي واهدى مش هتاثر العمر الست قصدها انك تخلي بالك من حماده مش مهم شغل البيت وحياتك يا بيه حاطه في عينيا الاثنين عارف دي جزاتي برضو اتفضل اتفضل انت زعلانة ليه؟ في حد زعلت؟ بص عليه طولي بالك شوية اهي نفعانا لا تقل عقلها وتسيبنا في 60 داهية يعني اسيب الولد يموت؟ يوه خدي انا لسه مش مرتاح للحم عارفين ناقصنا ايه تجديد لازم نجدد فعلا الناس دلوقتي كلها بتحب التجديد فاكرين اول ما اشتغلنا الناس كانت بتقاملنا بحماس انما دلوقتي حماسهم قل عندي فكره ايه هي بنت حلوه العنصر النسائي مهم جدا فعلا سيبوا الموضوع ده عليا انا هدور لكم على بنت زي حالاتي فقيره كده ونشغلها معانا في الفرقه انت لا تدور ولا حاجه هي موجوده فين تعالى اقول لك اهلا بالمزيكا عايزينك عندنا فوق ايه ايه يا اخويا عايزينك عندنا فوق اه عايزيني فوق عايزين ننظف شقه يعني لا عشان شغل شغل طب امسك النبي يا اخويا امسك الله يخليك لا ولا حاجة حاجة ده الخيبة نسميها ايه نسميها ماريكا لولا طب يا اخوانا بس هنغير اسمها ليه واسمها ظريف جدا نوسا
عشان رأيك واسألها قولي بصراحة رأيك ايه في تعاملتي وانا شايفة اني عادية او ماليش في الملغية وانا شايفة اني عادية ياح وماليش في الملغية ياح كل اللي شافوني قالوا اسمع على مسمى اسمع على مسمى الجرايد اليومين دول ملهاش سيره غير سرقه العربيات والبوليس مفتح قوي والعمل لازم نغير طريقتنا نسرق شقق وماله المهم نجيب فلوس وخلاص هي فكره كويسه بس عايزه تخطيط وعشان كده هنبتدي بسرقه بيتكم وده وقت هزار انا بتكلم جد تبقى بتخرف ليه لا ابوك راجل غني وضروري يكون شايل فلوس البيت انتوا اتجننتوا وطي صوتك على مود دي احسن طريقه ممكن نجيب منها فلوس انا لا يمكن اوافق على كده ناخد الاصوات احنا الاثنين موافقين ها لازم نختار ليله ما يكونش فيها حد في البيت انتوا ايه خلاص قررتوا ايوه انت عليك بس تدلنا على طريق الفلوس وبلاش انت تشترك معانا تشترك انتوا هتسرقوا بنك كفايه واحد ده بيتنا الله يخرب بيوتكم صحتك مفيش فرصة إلا يوم الخميس اللي جاي ماما وبابا هيكونوا سهرانين برا أحسن وقت الساعة 2 بالليل مش هتلاقي حد صاحي تطلع السلم على رجليك لحد آخر دور هديلك مفتاح المطبخ تفتح بشويش وتدخل الدادة بتنام جنب المطبخ لكن ما تخافش يا واد نومها تقيل قوي خش على طول ما تضيعش وقت قلتلك الضرفة اليمين يا غبي هلهلك اخرسي
يا ابني. اخرسي خالص، انا ولا اهلك يا مار. لو النبي يا اخرسي، اوعي. لو النبي يا اوعي. لو النبي يا لو النبي يا لو النبي يا نتيجة التحاليل أثبتت كده. أمال الخيبة دي جاية منين يا دكتور؟ قول لي، أنت مراتك حلوة؟ الله؟ جرى إيه يا دكتور؟ جاوبني. هي حلوة بعقل. يبقى هو ده السبب. جمال مراتك ولهفتك الشديدة عليها سببوا الحالة اللي أنت بتشتكي منها دي. والحل يا دكتور؟ تبعد عنها؟ إيه؟ أطلعها؟ وفي ده كلام. قصدي تبعد عنها فترة بسيطة. ما اقدرش. ايه مالك يا سامي؟ ايه الاخبار؟ ايه؟ ايه الاخبار؟ إيه؟ البوليس عرف ان الحرام اللي سرق الصيغة مش غريب عن البيت. إيه؟ عرفوا ازاي؟ لانك انت يومها يا سي احمد اتصرفت تصرف غلط.
انسوا المره اللي فاتت، المهم انتوا عارفين هتعملوا ايه. انت متاكد ان الفيلا فاضيه؟ 100% اصحابها مسافرين وقفلينها من سنه. طب اسمعوا بقى، انتوا هتخشوا جوه تلموا الحاجه واحنا هنقف بره نراقب. اوكي اتفقنا؟ اتفقنا. طب خد انت الجهاز ده وانت خد الجهاز ده، خلونا على اتصال ببعض، ربنا معانا. يلا. لا استنى، تعال هنا. اسمك ايه؟ انت مش فاكرني يا سامي؟ مش واخد بالي. انا محمود مراد، مدرسة الدواوين. يا ابن الايه؟ سيبت ركبي. اهلا، ازيك يا محمود؟ ازيك يا سامي؟ ازيك يا ابو حنفي؟ اعرفك بهاني سمير. اهلا 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 يا ابو حنفي. على عبد السلام. اهلا يا كابتن. على ايه؟ على فين؟ ها؟ على ابدا حفله عديه، ما تيجوا معانا. معانا ازاي؟ معلش مره تانية ان شاء الله. كده طب الف سلامه، ما دام مش عايزين تيجوا تصبحوا على خير. مع السلامه يا كابتن علي. عبد السلام. مع السلامه علي بيه. مع السلامه. مع السلامه. يا خبر اسود ومنيل. الو رياسة 16 نادي حول. السيارات 65 72 تجاوب. السيارات 65 72 تجاوب. حول. 65 تجاوب. تقدم لشارع 10 بالمعادي، حادث سرقة. تقدم لشارع 10 بالمعادي، حادث سرقة. ديمي خد بالك البوليس جاي. يلا بينا. يلا بسرعة، البوليس جاي. علي مونتاج، انتوا مستنيين ايه؟ البوليس البوليس. Thank you.
الو. ايوه يا فندم، مين عايزه؟ حاضر، لحظه واحده. تليفون عشانك يا بابي. الو، مين بيتكلم؟ هنا قسم بوليس المعادي. بوليس المعادي؟ خير، في ايه؟ ابنك قبض عليه في حادث السرقه مع مجموعه من زملائه. حضرتك متاكد؟ وهو فين دلوقتي؟ موجود هنا في القسم. اذا سمحت الشرف شويه. طيب، ده الحال. ليه يا بابا؟ سامي ماله؟ هو اخوك مش شوطه؟ لا. والبيه مسافر يا ستي؟ ايوه. مش هتخرجي تتفسحي شويه؟ اخرج؟ مش عايزاه يبهدلني. ما دام مسافر هتفضلي قاعده كده؟ على فكره يا ستي، سعيد بيه جارنا بيعزك قوي، ده كان عاوز يجي يزورك. اوعي. وخايفه ليه؟ ده يجي ويخرج ولا من شاف ولا من داري. انت جننتي. خلي الباقي على شكل. مساء الخير يا محمود. خد يا عم محمود. خد كمان يا عم محمود.
دينا واحدة. ما تخليها كمان يومين، انت لسه تعبانة. معقولة يا عزة؟ البنت وراها امتحانات. يلا يا حبيبتي يلا، هات البنت هات ناويني البنت. هنهرب. نتجوز. سلم العمارة. الله انا حر ببيتي. سيب عسكري. عسكري؟ انت عارف تكلم مين؟ قول عسكري. انا الباشمهندس اسد. ايدك انت هو. قول انا هوديكم في داهية. سيبني يا عسكري. ايدك يا عسكري. انا هقعد عليك. منك حاجة. حاجة واحدة بس؟ لا اتنين. أموري. اولا نطرد الشغالة اللي عندنا. بسيطة مطرودة. ثانيا نعزل من هنا. ايه نعزل؟ ده انا دخت على ملقيت الشقة. معلش هنلاقي غيرها. امرك يا حبيبتي. حبيبتي.